next speaker is a very distinguished member of the Muslim community. He is the media coordinator for the Islamic Institute of Knowledge and a great member on very many organizations in our community. It's my honor to work with him in various capacities. Hajjat Subah is going to give a poetic performance, and just so you're aware, poetry is not always rhyming, but it's the strength and passion that are behind each and every word that's spoken. I'd like to welcome Hajjat. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته السائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى والسلام على الجامعيين النجباء والسلام على شيخنا الجليل وعليكم أيها الأحبة الحضور الميمون ورحمة الله وبركاته ويظل صوته هو الأعلى وتظل قضيته هي الأسمى يمر بها الزمن فيعطيها شمسه ويأخذ ليله أولئك الذين في الليل يسكنون ويحاولون مد عتمته على عشاق النور والخير والتقدم والحضارة والازدهار والشموخ والإباء والوفاء والتضحية والصمود والحب بلا حدود ليس من الماضي ولن يكون فها هم تلامذته والأبناء قادة ومجاهدين أهل أرض وأهل علم يتزايدون عددا وقدرات مع كل فجر ويستولدون بصمودهم فجر التاريخ وينتظرونه أو جده لكثافة ما يرمز إليه السيد موسى الصدر كإمام قائد ولخطورة ما يرمز إليه تغييبه كشهيد حي معلق على صليب الجريمة الكاملة التي تمت في حضور العالم كله فقد رأى وشهد وسمع ثم امتنع عن المحاسبة والإدانة لأن مصالح الدول أغلى من الدماء مهما على مقام أصحابها ولأن الدول لا تكترث ولا تأبه لأحزان الشعوب ومآسيها ولاضطراب أحوالها بتغييب رواد الوحدة والإصلاح وحملة مشاعل الغد الأفضل أعوام 30 ونيف مضت ونحن مجددا إزاء جدلية الحضور والغياب 3 عقود من الغياب عن الزمان والمكان أم 3 عقود من الحضور والإلهام والتأثير والفاعلية في كل الزمان وفي كل المكان الحق أنه لم يغب يوما حتى نستحضره اليوم والحق أننا لم ننسى مشهد شروق الشمس ولا قامته التي تشبه المآذن ولا زرقة بحر عينيه لا يزال السيد قائدا في لبنان ونورا مشعا تستنير به النخب فتقتحم باسمه ذلك الركام من التراث ذلك التراث من الركام المترسب من عصور الفتنة صرت موعدنا اليومي يا سيد وأنت قبله وبعده في يومنا وفي غدنا ولن تغيب مهما استولد أهل الظلام من أنواع العتمة كي يطمسوا طيفك الذي كما الشمس يطل يوميا مع الفجر فسلام عليك وأنت العائد في طريقك الميمون إلينا والسلام عليك في ذكرى حضورك البهي الذي لا تطمسه حروب الطوائف ولا عاديات الأيام فأنت المستقبل وفيه وأنت بفكرك ونهجك وخطك الضمانة اليوم وغدا كما كنت دائما
سيدي أبا صدري، كل الجماهير الحرة والنزيهة والنبيلة والشريفة والطواقة إلى الحرية تشتاق اليوم إليك وتدخل تحت عباءتك. وبيروت في القلب معك كانت منذ اعتصمت في مسجدها لتوقد الفتنة، ومعك ستبقى. تريد لبنان واحدا، لأنه كما كنت تقول نريد لبنان واحدا ولا نقبل بلبنانين أو ثلاثة أو أربعة، لأن هذا معناه إسرائيلات أخرى. ليتهم يعقلون، ليتهم يقرؤون في مزاميرك ليعرفوك، لا ليتحدثوا عنك مما لم يتفقهوا من بحر عينيك. سيدي أبا صدري، سيفك اليوم بقبضة واحدة، وأنت في طريقك إلينا في موعد يرونه بعيدا ونراه قريبا بإذن الله، نشعر بعطفك ودفء مشاعرك وخفقان قلبك لهذه الوحدة، ونعاهدك لن يعود إلى غمده إلا وهو مغروز في صدر عدو الوطن، كل الوطن، والعاقبة للمتقين. وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شاكرا حسن استماعكم وإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I have yet to ever hear anything less than extraordinary come from Hajj Tariq Sabah. Thank you very much.